وقوله تعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى فإنك إذا من الظالمين، إن إذا تدل على الحال، فإنك والحالة هذه من الظالمين، وإذا هنا كما أنها تدل على الحال فإنها تدل على جملة محذوفة، وذلك لدخول التنوين عليها، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني فإنك إذا فعلت الشرك ووقعت فيه من الظالمين.